السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق 6 هاء القانون الأول للديناميكا الحرارية للصف 11. المسألة رقم 2: تنخفض الطاقة الداخلية لغاز في اسطوانة محرك بمقدار، إذن دلتا يو وتساوي كونه ذكر تنخفض، إذن سالب 195 جول. كلمة تنخفض، إذا بذل الغاز 52 جول من الشغل، إذن الشغل ويساوي 52.0 جول من الشغل، فما الطاقة المتبادلة كحرارة؟ هل الحرارة أضيفت إلى الغاز أم أخذت من الغاز؟ إذن سهل تطبيق مباشر، احفظوا القانون كما هو وبعدين بتطالع منه الكمية اللي انت بدك تحسبها. الجواب بيكون عبارة عن سالب 143 جول. إذن الطاقة هذه أخذت كحرارة. إذن أخذت منه، من الغاز، أخذت من الغاز كحرارة.